إذا كان هذا لا يؤثر على دينها، بمعنى أن تستطيع أن تؤدي الصلوات وتطيع الله ولا تعمل المعاصي، لا يجبرها على المعاصي. إذا كان كذلك فيجوز لها أن تصبر عليه، إذا رأت في صبرها مصلحة لعل الله يهديه ولعلها تستطيع أن تربي أولادها، لكن بشرط ألا يفسدها هي، ألا يجبرها على شرب الخمر وعلى الحشيش ولا ترك الصلاة. إذا كان يجبرها على واحدة من هذه المعاصي فلا يجوز لها البقاء معه، أما إذا كان لا يجبرها فالأمر لها أن تبقى إذا علمت أن في بقائها مصلحة لها ولأولادها، ولها أن تطلب الطلاق إذا رغبت في ذلك ورأت في ذلك مصلحة، فإن لها الحق، الشرع يعطيها في طلب الطلاق بسبب ما هو عليه من الضلال.